من العراق إلى باكستان، إيران تفتح النيران على جبهتين، وإسلام أباد تحذر من مغامرة غير محسوبة. بعد أن تحدوه باستمرار مهاجمة السفن، بايدن يرد على الحوثيين: هجماتنا أيضا ستستمر. بعدين ندبر على إقامة مدينة فلسطينية مع الرشوة الفلسطينية. ده بعدين ما شاومرين. نتنياهو يعتبر أن الصراع ليس على قيام دولة فلسطينية بل القضاء على الدولة اليهودية، ويطالب بغزة منزوعة السلاح. الصين تحصن نفسها سيبرانياً بجيش من القراصنة يساعد بتطوير قدراتها التجسسية. أهلا بكم إلى الساعة الثانية من العالم الليلة. على جبهتين تفتح إيران النار على نفسها إذن، فبعد العراق هذه المرة من جارتها باكستان. ضربات داخل الحدود الإيرانية اليوم كانت فعالة ودقيقة حسب الرئيس الباكستاني، أما توقيتها فبعد أقل من يومين على ضرب إيران أهدافا في باكستان، يبقى التصعيد سيد الموقف أقله إلى الآن. وفي التفاصيل، ذكرت إيران أنها ملتزمة بعلاقات حسن الجوار مع باكستان، وقالت وزارة الخارجية الإيرانية أن طهران تدعو إسلام أباد إلى منع تشكيل ما أسمتها قواعد إرهابية على أراضيها تعمل على تنفيذ عمليات إرهابية داخل الأراضي الإيرانية. قبل ذلك أكد الرئيس الباكستاني عارف علوي أن الضربات الباكستانية داخل الحدود الإيرانية اليوم كانت فعالة ودقيقة واستهدفت مخابئ لإرهابيين، وقال في بيان له إن بلاده ستتخذ جميع الخطوات اللازمة للدفاع عن سيادتها وأراضيها وأمنها القومي. هذا وقال مسؤول أمني باكستاني كبير لرويترز، قال إن الجيش في حالة تأهب للرد على أي مغامرة جديدة غير محسوبة من إيران وفق قوله. وأكد المسؤول الأمني الباكستاني نقلا عن رويترز أن أي تهور سيتم الرد عليه بكل قوة. إذن كرة اللهب تزداد اشتعالا على الحدود الإيرانية الباكستانية، فإسلام أباد لم تتأخر في الرد على الهجمات الإيرانية الأخيرة على قاعدتين لجماعة جيش العدل في الداخل الباكستاني بأخرى مماثلة في الداخل الإيراني. الرد الباكستاني جاء عن طريق ضربات صاروخية على مواقع تبعد نحو 80 كيلومترا في العمق الإيراني، علما أن حدود باكستان مع إيران تمتد لنحو 900 كيلومتر. الهجوم استهدف تحديدا مواقع بمحافظة سيستان وبلوشستان بالقرب من مدينة سراوان جنوب شرق إيران. وحملت العملية الباكستانية اسم بار سرماشار، وهي عبارة تعني الموتى لمقاتلي حرب العصابات. طبعا الهجوم الباكستاني وقع عند الساعة 4:30 فجرا بتوقيت إيران. وحسب المخابرات الباكستانية فإن العملية العسكرية نفذت بطائرات دخلت إلى المجال الجوي الإيراني وعادت بنجاح، حيث أطلقت مسيرات انتحارية وذخائر ذكية وأيضا صواريخ. أما الهدف فكان ضرب مخابئ جماعات جيش تحرير بلوشستان وجبهة تحرير بلوشستان في الداخل الإيراني، وهي حركة مسلحة تطالب باستقلال أكبر لإقليم بلوشستان عن باكستان.
عن هذا الموضوع ينضم إلينا هنا في الاستوديو السيد رياض قهوجي مستشار العربية لشؤون العسكرية والتسلح. أهلا بك سيد رياض. ما الذي نعرفه عن قدرات باكستان العسكرية مقارنة بما تمتلكه إيران من قدرات عسكرية؟ باكستان تمتلك قدرات جدا مهمة. هي تمزج بين الترسانة الغربية والصينية. هي لفترة طويلة كانت تعتمد على التسليح من الولايات المتحدة، وهنا نرى أن مقاتلات الـ F-16 هي تشكل جزء كبير من قوتها الجوية، بالإضافة إلى مقاتلة الجي F-17 وهي مقاتلة تنتج محليا بالتعاون مع الصين، وهو تطور مهم. يعني إيران لا تملك القدرة التي تملكها اليوم من ناحية التقدم التكنولوجي. هي دولة نووية أيضا. باكستان أيضا قوة نووية. أيضا تصنع ترسانة كبيرة من الصواريخ البالستية والجوالة والمدافع الصاروخية. يعني ما تملكه إيران وتستخدمه وتتحدث عنه، باكستان تملك مثيلا له وحتى متقدم أكثر تكنولوجيا، بسبب أن لا عقوبات عليها مثل إيران، وبالتالي باكستان تتمكن حتى الآن من الحصول على تكنولوجيا من عدة مصادر، أهمها حاليا هي التعاون القائم في عدة مجالات مع الصين في تطوير تكنولوجيا دفاعية. وبالتالي هي تملك يعني تشكيلة كبيرة من أنواع أسلحة متعددة للقيام بمهمات عسكرية داخل إيران. ما سر نجاح العملية العسكرية الباكستانية؟ يعني حسب ما قالت باكستان، هناك طائرة دخلت إلى المجال الجوي الإيراني، نفذت عمليتها وخرجت بنجاح. لماذا؟ حسب مصادر باكستانية يعتقد أن الطائرات المستخدمة كانت طائرات مسيرة. هي من قامت بالدخول، أطلقت بعض الصواريخ الموجهة، وكان هناك أيضا إطلاق لصواريخ جوالة أطلقت على أهداف داخل إيران. الصواريخ الجوالة، هناك كما نعلم باكستان تصنع صواريخ مهمة جدا مثل البابور، الصواريخ المجنحة أو صواريخ الكروز، تصنع أيضا تشكيلة كبيرة من صواريخ الهدف الباليستية، وبالتالي عندها تشكيلة متنوعة. الإيراني، لا أعتقد أن إيران توقعت أن يكون هناك رد باكستاني وبهذا الشكل وبهذه السرعة، لذلك لم ترد. ربما لا أعتقد أن إيران توقعت هذا الرد، وجاء الرد سريع وجاء الرد بأسلحة نوعية، وبالتالي نشاهد اليوم يعني نوع من ارتباك من الجانب الإيراني في كيفية التعامل مع هذا الوضع. أعتقد شخصيا أن إيران ستتجه لتهدئة الأمور، لأن تعلم أن باكستان تستطيع أن تلعب اللعبة ذاتها، يعني تستطيع أن تستخدم أسلحة تقليدية، وتستطيع أن تستخدم أن تحارب إيران عبر وكلاء، إن كان بلوش أو جهات من أفغانستان وغيرها. لأن إيران كما تعتقد إيران لعبت الحروب بالوكالة، باكستان لديها تاريخ كبير بالدخول في حروب بالوكالة بشكل ناجح. شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات سيد رياض قهوجي. شكرا. إذن إيران وباكستان تبادلتا الضربات، ولكل طرف تبريراته وأسبابه بشأن القصف. الزميلة روان حمزة تطلعنا على المزيد من التفاصيل، تفضلي. شكرا راوية. ضربات متبادلة بين باكستان وإيران، تصعيد غير مسبوق بين الجارتين، فما الأسباب والأهداف؟ الأسباب تعود لأحداث سابقة، حيث كثيرا ما تبادلت باكستان وإيران الاتهامات بإيواء جماعات متشددة تشن هجمات من مناطق على طول حدودهما المشتركة. إيران تصر على أن ضرباتها استهدفت مقرين لما تسمى جماعة جيش العدل المسلحة في باكستان، وهي جماعة بلوشية سبق أن نفذت هجمات ضد طهران. بحسب خبراء للCNN، فإن غارات إيران على أهداف في دول مجاورة تعكس سعي طهران لتعزيز دورها وسيطرتها في المنطقة، ومحاولة ترميم الصدع الذي أصاب هيبتها الأمنية الداخلية.
توقيت تلك الضربات كان لافتا، فقد جاءت بعد 3 عمليات مختلفة، إحداها لجيش العدل في مدينة راسك في بلوشستان، وأخرى في عملية انتحارية مزدوجة خلال مراسم الذكرى السنوية لمقتل قاسم سليماني، تبناه تنظيم داعش، ورد طهران انتقاما منه بضرب مواقع للتنظيم في سوريا. أما الثالثة فكانت ضربة إيرانية لمدينة أربيل العراقية، استهدفت منزل رجل أعمال كردي، وقالت بأنها كانت موجهة لموقع للموساد، وهو ما تنفيه السلطات الكردية. أما باكستان فأكدت أن تصرفها كان تحركا أمنيا جاء وفقا لمعلومات استخباراتية موثوقة، وحذرت من أن أنشطة إرهابية وشيكة واسعة النطاق ستستهدف أمنها القومي، وهو ما تدعمه آراء محللين. أما عن الهدف من الضربة فكان وفقا لإسلام أباد استهدافا لمخابئ للإرهابيين في إقليم سيستان وبلوشستان الحدودي بمحيط مدينة ساروان. المعارضة البلوشية ردت على تلك الضربات باتهام الجانبين الباكستاني والإيراني بالعمل على إخماد الحراك البلوشي الذي يطالب بحكم ذاتي أو حتى الاستقلال، وهو أمر ترفضه طهران وإسلام أباد جملة وتفصيلة. هذا كل ما لدي، عودة إليك راوية. شكرا لك روان. وحول هذا الموضوع ينضم إلينا من إسلام أباد الصحفي أحمد قريشي. أهلا بك سيد أحمد، يعني هل ترى بأنه الرد الباكستاني جاء متناسبا مع الضربة الإيرانية، وما حدود هذا التصعيد؟ شكرا جزيلا لك سيد أحمد. يبدو أن لدينا مشكلة بالصوت من المصدر، أشكرك بكل الأحوال. إذن من إسلام أباد أحمد قريشي، نجرب من جديد ربما إن كان الصوت أفضل. هل تسمعني؟ يبدو سنتابع بأخبارنا عن هذا الملف، حيث تعقد الحكومة الباكستانية غدا اجتماعا للجنة الأمن القومي لبحث التوتر الحدودي مع إيران، وكان رئيس الحكومة المؤقتة أنور الحق كاكار قد قطع زيارته إلى دافوس بسبب التوتر مع إيران. وأكدت باكستان أنها تريد علاقات ودية مع إيران، لكن دون تنازل عن حماية أمنها القومي الذي وصفته بالمقدس. اتهامات متبادلة بين طهران وإسلام أباد لاستضافة جماعات إرهابية على أرض كل دولة، فمن هذه الجماعات التي يتحدثون عنها وتسببت في هذا التوتر في العلاقات بين البلدين؟ نتابع. ضربات إيرانية وأخرى باكستانية، تقول الدولتان إنها تستهدف جماعات مصنفة بالإرهابية تعمل على أرض كل دولة. فمن هي هذه الجماعات؟ جماعة جيش تحرير بلوشستان، منظمة عرقية قومية متشددة، تأسست عام 2000، تقول إنها تدافع عن حقوق البلوش من خلال حملات مسلحة ضد باكستان لتقرير حق المصير لبلوشستان واستقلالها عن باكستان. وقد صنفت الجماعة من قبل باكستان وبريطانيا وأمريكا كمنظمة إرهابية عام 2005. حركات انفصالية أخرى مناوئة لإيران توجد في الإقليم أيضاً، وتتهمها طهران بتلقي مساعدات من باكستان، مثل حركة جيش العدل، وهي حركة سنية مسلحة مناهضة للحكومة الإيرانية تأسست عام 2012، تقول إنها تسعى لتحقيق العدالة والمساواة في إيران وتدافع عن حقوق السنة في البلاد، خاصة في إقليم سيستان وبلوشستان على الحدود مع باكستان وأفغانستان. قائدها هو عبد الرحيم ملا زادة، يصدر بياناته باسم صلاح الدين فاروقي. الحركة التي تدرجها طهران في قائمة الإرهاب متهمة بشن هجوم مسلح على مقر للشرطة جنوب شرقي إيران،
وقد أعلنت مسؤوليتها عن عدة هجمات على العناصر الأمنية الإيرانية خلال الفترة الماضية. حركة جند الله تأسست عام 2002 ونفذت عمليات استهدفت القوات العسكرية والأمنية الحكومية العاملة في المنطقة. عام 2009 اعتقلت إيران قائد الجماعة عبد الملك ريغي وخضع لمحاكمة انتهت بإعدامه عام 2010 بعد إدانته بالعمالة لأمريكا وبريطانيا وتنفيذ تفجيرات استهدفت عناصر الأمن في إيران. الجماعات الانفصالية السنية على خلاف مع باكستان وإيران. خلافها مع إيران بسبب أن غالبيتها سنية، ومع باكستان لأنها تسعى للاستقلال عنها. وبينما تقول إيران بأن بعض الجماعات تتلقى مساعدات من باكستان وأمريكا، تتهم باكستان الهند بتمويل تلك الجماعات. رند الشيخ، العربية. وفي التصعيد مع إيران، قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين إن طهران لديها مشاكل داخلية وتحاول تصديرها للخارج عبر الهجمات التي تنفذها. وفي تصريحات للعربية أكد حسين أن طهران لم تطلب من بغداد أي قائمة لمطلوبنا أمنيا. ليس صحيح، نحن لدينا اتفاق أمني مع جانب الإيراني، ولدينا استمرارية في الاجتماع سواء في إطار اللجنة الأمنية أو في إطار العلاقات السياسية. فلو كان لديهم قائمة أو لديهم عنوان معين نحن مستعدين، الآن مستعدين لو يكون هناك لجنة مشتركة أو لجنة دولية لكي تأتي لتقصي الحقائق في هذه المناطق. أنا أعتقد أن هناك مشاكل داخلية في إيران، ومن خلال هذه الهجمات يحاولون تصدير مشاكلهم إلى خارج الحدود. قبل ذلك تحدث وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين عن وجود قواعد اشتباك بين إسرائيل وإيران تمنعها من شن هجمات بالصواريخ، فاختارت أربيل هدفا ضعيفا في بلد حليف، مضيفا في تصريحاته للعربية أن ادعاءات طهران حول وجود الموساد الإسرائيلي داخل الأراضي العراقية غير صحيحة. كما حذر الوزير العراقي من أن الهجوم على أربيل خطأ استراتيجي، ومن قام به سيدرك ذلك بعد حين. نحن جئنا هنا ندافع عن شعبنا الكردي ضد هذه الجرائم البشعة التي تكررت في بلدنا كردستان للمرة الثانية، ضد أناس تجار مواطنين أكراد ليس لهم صلة بالسياسة. أفاد مراسل العربية بذوي انفجار جديد قرب مطار أربيل وانطلاق صافرات الإنذار في القنصلية الأمريكية، مشيرا إلى أن الانفجار ناجم عن هجوم بمسيرة استهدف قاعدة عسكرية قرب المطار. وأكد المراسل أن المسيرة انطلقت من الحمدانية في الموصل قبل إسقاطها. هذا وجدد رئيس الوزراء العراقي محمد شيع السوداني دعوته لرحيل التحالف الدولي ضد داعش، معتبرا في كلمته أمام منتدى دافوس أن انتهاء مهمة هذه القوات الأجنبية ضرورة لأمن واستقرار البلاد. اليوم وبعد التداعيات والاعتداءات التي تحصل على المقرات الأمنية العراقية، نحن أمام استحقاق وهو المباشرة فورا للبدء بهذا الحوار، للخروج بتفاهم حول ترتيب جدول زمني لانتهاء مهمة المستشارين. انتهاء مهمة التحالف الدولي ضرورة للأمن واستقرار العراق، وأيضا ضرورة للحفاظ على علاقات ثنائية بناءة بين العراق ودول التحالف الدولي. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. بعد أن تحدوه باستمرار مهاجمة السفن، بايدن يرد على الحوثيين هجماتنا أيضا ستستمر.
أهلا بكم من جديد. أكد مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية أن القوات الأمريكية نفذت ضربة استباقية جديدة على مواقع للحوثيين. من جهته أوضح مسؤول في البنتاغون للعربية أن الولايات المتحدة دمرت صواريخ حوثية في اليمن كانت تشكل خطرا وشيكا. والآن في هذا الخبر العاجل، أمين عام الأمم المتحدة يعرب عن قلقه إزاء التوتر الحدودي بين باكستان وأيضا إيران. في التصعيد المستمر في البحر الأحمر، أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الضربات على الحوثيين في اليمن ستستمر طالما واصلت الجماعة هجماتها على السفن التجارية. ومع ذلك أقر بايدن بأن الغارات على الحوثيين لم توقف الهجمات على سفن الشحن حتى الآن. قبل ذلك قال قائد جماعة الحوثي عبد الملك الحوثي إن هجماتهم في البحر الأحمر ستشمل السفن الأمريكية والبريطانية، كما اعتبر أن التصنيف الأمريكي للجماعة كمنظمة إرهابية عالمية ليس له أي تأثير على حد وصفه. ليس هناك ما يمكن أن يقلقنا أو أن يؤثر على موقفنا. سنواصل دعمنا كشعب يمني ومساندتنا ومناصرتنا للشعب الفلسطيني، والضغط بكل الوسائل بما فيها استمرار موقفنا في استهداف السفن المرتبطة بإسرائيل. المزيد عن هذه الضربات مع زميل غسان أبو الأسطف. فضل. شكرا راوية. في أقل من أسبوع شن الجيش الأمريكي عدة ضربات على مواقع تابعة لجماعة الحوثيين في اليمن. الغارات الأمريكية استهدفت 14 موقعا ومنصات صواريخ حوثية مذخرة في 5 محافظات هي ذمار والبيضاء وتعز والحديدة وصعدة. ففي ذمار استهدف القصف الأمريكي معسكرا تابعا للشرطة العسكرية جنوبي المدينة. أما في محافظة البيضاء فقد قصف المعهد التقني بمديرية الصومعة بالصواريخ، حيث استهدفت منصة لإطلاق الصواريخ جهزها الحوثيون في فناء المعهد. وإلى الحديدة أقرت الميليشيات بقصف بعض مواقعها، وطال معسكر الدفاع الجوي قرب مطار الحديدة جنوبي المدينة. في محافظة صعدة المعقل الرئيسي للحوثيين طال القصف معسكر الصمع غربي المدينة وموقعا في منطقة طخية بمديرية مجز. أما محافظة تعز المطلة على باب المندب قصفت هناك مواقع للحوثيين في معسكر اللواء 22 ميكانيك بمنطقة الجند شرق المدينة. القصف الأمريكي يأتي بعد ساعات على إدراج واشنطن الحوثيين في قائمة الإرهاب العالمي واستهداف الجماعة سفينة تجارية أمريكية عند المدخل الجنوبي لمضيق باب المندب. عودة إليك راوية. شكرا لك. وينضم إلينا هنا في الاستوديو مسعود الفك المختص في شؤون إيران وآسيا الوسطى في شبكة العربية للأخبار. أهلا بك سيد مسعود. يعني المزيد من الضربات الأمريكية على مواقع للحوثيين، والرئيس الأمريكي بايدن يكررها، هذه الضربات ستستمر. ما مفاد هذه الرسالة وكيف تلقتها إيران برأيكم؟ طبعا استمرار هذه الضربات مفروض في النهاية يؤدي إلى نتيجة عملية. هذه النتيجة العملية يجب أن تأتي بالأمن للملاحة الدولية في أهم ممر مائي في العالم، باب المندب والبحر الأحمر. هل الأمريكان جادون الاستمرار إلى استتباب الأمن في هذا الممر المائي؟ بلا شك إيران تقول دائما، لو أردنا أن نربط الموضوع بإيران، تقول إيران دائما بأن لا تصدر أوامر للحوثيين أو الفصائل الأخرى في المنطقة. هذه الجملة وهذه العبارة أصبحت بشكل روتيني تتكرر في كل تصريح يطلقه مسؤول إيراني بخصوص الوضع في هذه المنطقة. ولكن في نفس الوقت يقولون بأن الوضع في البحر الأحمر يربطونه بالوضع في غزة. هذا ما قاله وزير الخارجية الإيراني في المقابلة التي أجراها مع CNBC، فقال يهم إيران الأمن في البحر الأحمر ولكن يجب إيقاف الحرب في غزة. هنا إيران تقول لا تصدر الأوامر، وفي نفس الوقت هي تصدر التعليمات ماذا يجب أن يتم.
هذه هي المشكلة الأساسية. لذا يبدو بأن الاتفاق حول ما يجري هو ليس مع الحوثيين بل هو مع طهران. هل واشنطن تريد أن تفاوض طهران بهذا الخصوص؟ وزير الخارجية الإيراني بعث رسالة في تصريحاته على هامش مؤتمر دافوز، قال بأن الرسائل تتبادل بين طهران وبين واشنطن وبشكل غير مباشر، وقال لا تزال مسألة الملف النووي مطروحة على الطاولة وللاتصال بين إيران وبين الولايات المتحدة الأمريكية ولكن بشكل غير مباشر. ما رد الإيراني الرسمي على إعادة إدراج الحوثيين على قائمة الإرهاب؟ الرد الرسمي جاء على لسان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني. ناصر كنعاني اليوم قال يعني في مجمل الأمر أدان إدراج الحوثيين في قائمة الإرهاب وكرر لن يؤثر، وهذا لا يختلف عما قاله الحوثيون صحيح. أنفسهم قال بأنه لن يؤثر عليهم، واعتبر هذا الإجراء إجراء استفزازي. اتهم الولايات المتحدة الأمريكية بأنها لم تغير سياستها في المنطقة واعتبرها أيضا جزء من المشكلة وليس جزء من الحل. الموقف كان واضح، الموقف الإيراني يقف إلى جانب الموقف الحوثي وفي نفس الوقت لا يتحمل مضاعفات الموقف الحوثي. سيد مسعود أنا انتهى وقتي، ولكن باختصار، حرب في غزة، ضربات في سوريا وأربيل وأيضا باكستان، المنطقة إلى أين تتجه برأيكم؟ باعتقادي هذه الحالة التي ظهرت مع الضربات التي وجهتها إيران في داخل الأراضي الباكستانية وفي العراق وفي سوريا، إيران تريد بهذه الطريقة في واقع الأمر ترميم وجهتها الأمنية التي تعرضت للتصدع بسبب العمليات التي شهدتها المنطقة. شكرا جزيلا لك سيد مسعود الفك، المختص في شؤون إيران وأسيا الوسطى في شبكة العربية للأخبار. شكرا لك. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن تل أبيب لن تتنازل عن انتصار مطلق يضمن لها القضاء على حماس والبنى التحتية للحركة، مضيفا أن إسرائيل تريد غزة منزوعة السلاح. سنأخذ وقتنا ولن نتنازل عن الانتصار المطلق الذي يضمن القضاء على قادة الإرهاب والبنى التحتية لحركة حماس. هذا الأمر سيلزم أيضا استعادة المختطفين وأن يكون قطاع غزة منزوع السلاح وتحت سلطة أمنية إسرائيلية. أؤكد لكم أن اليوم التالي للحرب سيكون بسيطرة إسرائيل ونزع السلاح في غزة، لذلك قبل كل شيء يجب أن ننتصر، وهذا لن يكون إلا بتحقيق أهداف الحرب. وافق البرلمان الأوروبي على قرار يدعو فيه إلى وقف نهائي لإطلاق النار في غزة والإفراج عن المحتجزين وتفكيك حماس. وأوضح مراسلنا أن القرار حظي بتأييد 312 عضوا في البرلمان فيما اعترض 131 نائبا وتحفظ عن التصويت 72 نائبا. كشفت مصادر العربية عن توافق وطني فلسطيني على تشكيل حكومة وفاق وطني في غزة، حيث أكدت مصادر العربية على وجود دعم أمريكي أوروبي لتشكيل حكومة وفاق وطني في غزة، مضيفة أن هناك اتصالات مكثفة لعقد اجتماع بين الفصائل الفلسطينية يضمن حوارا مباشرا بين فتح وحماس. وبحسب مصادر العربية فإن المقترح يقوم على تسلم حكومة وفاق وطني إدارة شؤون القطاع، مشيرة إلى أن الأسماء المقترحة لتشكيل الحكومة هي شخصيات وطنية لا تضم أسماء من الفصائل. ينضم إلينا من بروكسل عادل عطية نائب رئيس بعثة فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي. أهلا بك معنا سيد عادل. يعني قرار الاتحاد الأوروبي بوقف فوري لإطلاق النار مشروط بتفكيك حماس وإطلاق سراح الرهائن، ما الذي يختلف به هذا القرار عن أهداف إسرائيل لهذه الحرب؟ هذا ما يكرره نتنياهو كل يوم منذ بدء هذه الحرب على قطاع غزة.
يعني دعيني في البداية أقول أن هذا القرار هو مهم وخطوة في الاتجاه الصحيح، لأنه يطالب وقف لإطلاق النار، وقف دائم وفوري لإطلاق النار. وإذا ما أضفنا الجمل الأخرى عليه، فإن ما يدور الحديث عنه بخصوص مستقبل حركة حماس والرهائن أو المحتجزين الإسرائيليين، هذا يعتمد على تطورات الأحداث على أرض الواقع، فلا يمكن الإفراج عن هؤلاء المحتجزين دون الإفراج عن الرهائن الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، ولا يمكن معالجة قضية حماس وحركات المقاومة دون إيجاد حل جذري ووضع نهاية إلى هذا الاحتلال الذي يدوم منذ 56 عاما. ولا يعتمد هذا على قرارات أوروبية ولا على قرارات أمريكية، بل يعتمد على رغبة الشعب الفلسطيني في معالجة هذه القضية إذا ما دخلت إسرائيل في عملية سلام حقيقية تؤدي إلى وضع نهاية إلى الاحتلال الذي بدأ في عام 67 وإقامة دولة فلسطينية مستقلة. ولكن القرار يجب عدم الانتقاص من أهميته، لأنه أشار إلى ضرورة وقف إطلاق النار، وهناك كذلك يعني مطالب أخرى مهمة جاءت في هذا القرار عدا وقف إطلاق النار. القرار دعا إلى ضرورة محاسبة إسرائيل عن جرائم الحرب التي ترتكبها. كيف ستتم ترجمته على الأرض سيد عادل؟ محكمة العدل الدولي. هل منه جهود دبلوماسية؟ هل من ربما يعني زيارات مقررة إلى تل أبيب، إلى رام الله لتنفيذه؟ نعم، يعني نحن كدبلوماسيين وخاصة في الدبلوماسية الفلسطينية سوف نقوم باستخدام هذا القرار لممارسة المزيد من الضغوط على الدول الأعضاء وعلى مؤسسات الاتحاد الأوروبي، خاصة مجلس وزراء الخارجية، من أجل اتباع خطوة مشابهة واتخاذ قرار ينادي بوقف إطلاق النار. هذا القرار يساعدنا في دفع الدول المترددة حتى الآن، يعني هناك في الاتحاد الأوروبي دول بدأت تطالب بوقف إطلاق النار، هناك دول مترددة، سوف يساعد هذا القرار في اتخاذ خطوات عملية ودفع هذه الدول باتجاه اتخاذ قرار والمطالبة بوقف إطلاق نار لوقف المجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلية ضد المدنيين في قطاع غزة. يعني القرار يعبر عن مدى القلق في الأوساط الأوروبية من حجم المجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد المدنيين في غزة، وحجم التدمير الذي تقوم به ضد المؤسسات المدنية وضد البنية التحتية المدنية، خاصة استهداف المباني السكنية، استهداف المستشفيات والمدارس والمساجد والكنائس. وهذا القلق تم التعبير عنه اليوم من خلال إدراج مجموعة من المطالب في القرار الذي تبناه الاتحاد الأوروبي. نعم، طيب سيد عادل أشكرك إذن على رأيك. يبدو أن لدينا المزيد من الوقت. سيد عادل، ما الذي تغير بالرأي العام الأوروبي، بالرأي العام الدبلوماسي بين هذه الأيام وفي السابق بداية الحرب؟ نعم، يعني أنت كنت قد سألتيني عن إذا كان هناك حراك دبلوماسي قبل أن أجيب على هذا السؤال. نعم، الدبلوماسية الفلسطينية نشطة بالتوازي مع الدبلوماسية العربية. يعني يوم الاثنين القادم هناك اجتماعات للجنة التواصل العربية، اللجنة المتابعة العربية، وهناك لنا اجتماعات معالي وزير الخارجية الفلسطيني مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، وجميع هذه الجهود تصب في دفع الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ خطوات عملية لإيقاف هذه المجزرة ضد أبناء الشعب الفلسطيني. التغيير في أو التقدم الملحوظ في مواقف الاتحاد الأوروبي وحكومات الدول الأعضاء، أحد نتائج هذا التغير أو التقدم هو المظاهرات التي نراها على مدار الأسبوع في شوارع دول الاتحاد الأوروبي للتعبير عن التضامن مع الشعب الفلسطيني وإدانة الاعتداءات الإسرائيلية. هذه المظاهرات والتضامن مع الشعب الفلسطيني كان لها دور فعال ودور أساسي في دفع حكومات الدول الأعضاء لتغيير مواقفها وتبني مواقف أكثر صرامة باتجاه القوى القائمة بالاحتلال. كذلك بالتزامن مع هذه الضغوطات، هناك مؤسسات المجتمع المدني أو المؤسسات الدولية بشكل عام بالتوازي مع الدبلوماسية الفلسطينية والدبلوماسية العربية، فنأمل أن جميع
جميع هذه الجهود سوف تدفع الاتحاد الأوروبي قريبا إلى مطالبة إسرائيل بوقف إطلاق النار، خاصة أننا نتوقع قرار سريع من محكمة العدل الدولية، أتمنى نعم. أن يكون خلال هذا الأسبوع أو في بداية الأسبوع القادم، لمطالبة إسرائيل بوقف المجازر بتهمة ارتكاب مجازر إبادة جماعية ضد أبناء الشعب الفلسطيني. شكرا جزيلا لك من بروكسل عادل عطية، نائب رئيس بعثة فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي. خلال الأشهر الثلاثة الماضية توسعت مخيمات النازحين جنوب قطاع غزة، لا سيما في محافظة رفح. الزميل غسان أبو لوز يستعرض لنا المزيد حول الأمر. شكرا راوية. يعاني أهالي قطاع غزة الأمرين وأكثر، القتل والتهجير وما بينهما، من ظروف إنسانية مأساوية. النزوح أحد جوانب المعاناة القاسية. صحيفة نيويورك تايمز عرضت في تقرير لها توسع المخيمات في رفح جنوبي القطاع وتمددها نتيجة النزوح مع مواصلة الحرب الإسرائيلية على القطاع. الصحيفة نشرت صورا التقطتها أقمار صناعية خلال الشهرين الماضيين. هذه الصورة مثلا التقطت في 10 نوفمبر الماضي، يظهر في هذا المقر اللوجستي للأونروا في رفح، وهذه المدارس أيضا. تحولت هذه المواقع إلى ملاجئ للنازحين ونصبت فيها الخيام أيضا. بعد أقل من شهر تمددت الخيام في محيط مقر الأونروا كما نشاهد في هذه الصورة الملتقطة في 3 ديسمبر الماضي. أيضا تظهر منطقتان جديدتان نصبت فيها خيام للنازحين. في نهاية ديسمبر الماضي ومع استمرار القصف وإجبار أهالي القطاع من الوسط والجنوب على النزوح، توسعت المخيمات بشكل كبير في محيط الأونروا كما نشاهد. وقبل أيام تحديدا في 14 يناير الحالي أظهرت صور تمددا أكبر لمخيمات النازحين، حيث تمتد على مساحة تبلغ 25 ميلا مربعا في رفح وفق تقديرات أممية. صور أخرى أظهرت كيف كانت إحدى المناطق المحاذية للحدود المصرية في 3 ديسمبر الماضي، ثم كيف أصبحت بعد انتشار الخيام بشكل واسع في أقصى جنوب غرب رفح على الحدود مع مصر. المفوض العام للأونروا قال إن عدد سكان رفح تضاعف 4 مرات تقريبا ليتجاوز 1,200,000 شخص يعيش هؤلاء في ظروف غير إنسانية. عودة إليك روية. شكرا غسان. رصدت كاميرا العربية استمرار الغارات الإسرائيلية على وسط محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة بالموازاة مع التوغل البري للقوات الإسرائيلية. نتابع. نقف هنا على النقطة التي تفصل بين محافظتي رفح وخان يونس جنوب قطاع غزة، حيث كما تشاهد هذا الشاهد نعم انفجار عنيف جدا، ويبدو أنه قصف كما تشاهدون عبر قناة العربية. هذا الشارع الذي أصبح مخلاة بالكامل من كل ساكني هذه المنطقة، والذي بدأ الجيش الإسرائيلي توسيع عملياته البرية في هذه النقطة كما تشاهد هذه أعمدة الدخان التي تتصاعد بفعل القصف الإسرائيلي المتواصل على محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة. وكما تشاهد في هذا الشارع الذي استهدف من قبل الطائرات الحربية الإسرائيلية التي غارت على منتصف الطريق وفصلت هذا الخط الذي يوصل محافظة رفح جنوب قطاع غزة وحتى محافظة خان يونس الذي يتواجد فيها الجيش الإسرائيلي في أسبوعه 6 على التوالي. وكما نستمع إلى أصوات الاشتباكات العنيفة التي تدور في هذه النقطة على وجه الخصوص، وهي المعارك والاشتباكات التي تحتدم بين الفصائل. نعم، غارة جديدة وانفجارات ضخمة، وسنغادر المكان لأن المنطقة أصبحت تتعرض لقصف. لقناتي العربية والحدث، محمد عوض، قطاع غزة. تتابعون معنا بعد الفاصل. حلف الناتو يعلن بدء مناورات غير مسبوقة منذ الحرب الباردة لعدة أشهر تشمل 90,000 عسكري. ولدينا أيضا الصين تحصن نفسها سبرانيا بجيش من القراصنة يساعد بتطوير قدراتها التجسسية.
أهلا بكم من جديد. أعلن حلف شمال الأطلسي عن البدء في الأسبوع المقبل لأكبر مناورات عسكرية له منذ عقود بمشاركة 90,000 جندي، حيث تضم هذه المناورات وحدات من جميع الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي البالغ عددها 31 دولة، بالإضافة إلى السويد العضو المرشح بحسب القائد الأعلى لحلف الناتو. مزيد من التفاصيل حول هذه المناورات مع الزميل عبد الجليل مسعي. مناورة المدافع الصامد تعد الأكبر في تاريخ حلف الناتو منذ الحرب الباردة، والسبب هو مشاركة أكثر من 40,000 جندي وضابط من أكثر من 30 دولة في الحلف. أقول أكثر من 30 دولة لأنه سيعرف مشاركة السويد وفنلندا بالرغم من عدم انضمامهما بشكل رسمي حتى الآن. تعتبر أكبر مناورات في تاريخ الحلف رغم أنها مناورات دورية تجرى كل عام في أوروبا. وللمقارنة ولفهم حجم مناورات هذا العام نعود إلى المدافع الصامد أو مناورات المدافع الصامد لعام 2021، عام واحد فقط قبل الحرب الأوكرانية. في هذه الحالة تم إجراء مناورات برية في ألمانيا، وغالبية المناورات كانت مناورات بحرية، كانت غرب شبه الجزيرة الإيبيرية في المحيط الأطلسي، وكانت هناك مناورات في البحر الأسود قرب القواعد الرومانية لحلف الناتو، وأيضا في قاعدة نابولي في إيطاليا للتصدي للتهديدات الممكنة في البحر الأبيض المتوسط. الأمر اختلف هذا العام إذ ستركز قوات الناتو على المناورات التي ستحدث في دول البلطيق، وهنا ستكون كثير غالبية المناورات ستكون في إستونيا وأيضا في ليتوانيا وأيضا في بولندا. اللافت للانتباه هذا العام هو مشاركة بريطانيا بما يقارب 20,000 جندي في هذه المناورات، 4,000 فقط من البحرية البريطانية. المشاركة اللافتة هي للبحرية البريطانية التي ستشارك هذه المرة بحامل طائراتها الوحيدة، والكثير من القطاع البحرية التي ستجري مناورات مشتركة في بحر البلطيق. إضافة إلى يجب التنويه على أن المدافع الصامد ليس البرنامج الوحيد لحلف الناتو لهذا العام، هناك أيضا ما يعرف بالرد الشمالي والذي سيجري بالتزامن مع مناورات المدافع الصامد، ولكن هذه المرة فهو يتعلق فقط بالدول الشمالية في أوروبا في فنلندا وفي السويد وفي النرويج، وستجري هذه المناورات بالقرب من الدائرة القطبية الشمالية للتدرب على التهديدات في المناخ القاسي، خاصة في حالة وقوع هجوم نووي. ولا نحتاج للبحث طويلا في الخريطة لمعرفة من المقصود بهذا التهديد. هناك أيضا ستكون هناك مناورات في شهر أبريل المقبل في بحر النرويج، وتسمى بمناورات الدلفين الأطلسي، وستشارك فيها أكثر من 50 قطعة بحرية لحلف الناتو بهدف ردع الهجوم القادم من الشمال. حذرت أوكرانيا من نقص الذخائر لدى جيشها، وقال وزير الدفاع الأوكراني روستوم عمروف إن نقص الذخائر مشكلة حقيقية وملحة للغاية بالنسبة لبلاده. حقيقة هذه الحرب هي أن روسيا تتفوق علينا عددا بشكل كبير في الهجمات المدفعية اليومية، حيث تطلق قذائف مدفعية أكثر من القوات الأوكرانية. إن نقص الذخيرة والقذائف يمثل مشكلة حقيقية وملحة للغاية تواجهها قواتنا المسلحة في الوقت الحاضر. نحن بحاجة إلى إيجاد طريقة لمعالجة هذا معا، وزيادة قدراتنا المدفعية ستزيد من أمننا. ثارت حالة من الانتقادات الجماهيرية المصرية حول أداء محمد صلاح قائد المنتخب الكروي في الجولة الأولى لمنافسات كأس أفريقيا لكرة القدم، التي شهدت تعادل المنتخب مع منتخب موزمبيق بعدما وصفه البعض باللاعب المتحمس مع ناديه ليفربول الإنجليزي، مقارنة بأداء وصفوه بالبارد مع منتخب بلاده. وتلتقي مصر الليلة مع غانا في ثاني جولات بطولة أفريقيا المقامة حاليا في كوت ديفوار، وتسعى مصر إلى نيل لقب أفريقيا لثامن مرة بعد أن غابت عنها منذ 14 عاما، علما بأن منتخب مصر يحمل الرقم القياسي في عدد الفوز بالبطولات في 7 مناسبات.
ينضم إلينا هنا في الاستوديو الصحفي زياد فؤاد. أهلا بك معنا سيد زياد. يعني هل فعلا ترى بأن هناك فارقا في الأداء الفني للنجم محمد صلاح خلال أدائه ولعبه مع نادي ليفربول وأداؤه الآن الذي يوصف بالبارد مع المنتخب المصري؟ بالتأكيد سيكون هناك فارق، ده لا شك فيه إن لازم يكون في فارق، لأن ده فريق وده فريق. أي فريق كرة قدم في الدنيا هو 11 لاعب مش لاعب واحد بس. طبيعي جدا إن محمد صلاح أداؤه يختلف مع نادي اللي بيلعب معاه سنين عن المنتخب اللي بيلعب معاه كل فترة وعلى فترات متباعدة. ده لازم يحصل. لكن هل هو مثلا نوع من أنواع التخاذل؟ لا، هو ليس تخاذلا، والحكم في أول مباراة على محمد صلاح هو حكم منقوص، وفي النهاية هو لاعب كرة قدم ليس سبايدر مان، مش هيلعب هو ال 11 مركز لوحده، لازم يكون معاه ناس. هل في تقصير من بقية اللاعبين؟ في تقصير. اشمعنى اللوم كله على محمد صلاح؟ انا ده ضده بصراحة. نعم، أصلا تعادل المنتخب المصري مع أضعف فريق بالمجموعة هو موزمبيق، ألا يشي ذلك ربما بالقلق لعدم وصول وتأهل المنتخب المصري إلى مراحل نهائية؟ يعني هو لديه رقم قياسي. لا أذكر أبدا أن حتى البطولات اللي حصلنا على لقبها أن إحنا أول ماتش لعبنا بأداء جيد أو بأداء متميز. دايما البدايات مختلفة عن النهايات. هل المنتخب المصري قادر على أنه يوصل النهائي؟ وارد جدا ومحتمل، والطريق لسه مازال طويلا. ما ينفعش ان احنا نحكم من اول ماتش، والنهارده ممكن يكون الحكم الحقيقي على ماتش غير بعد ساعتين اصلا يلعب تقريبا، هيلعب كمان قليل يعني. نعم، طيب المنظومة، الفريق، المدرب، كيف يتم يعني تقييمه الآن بعد أول مباراة، بعد أداءه بأكثر من بطولة أخيرة؟ لا، في علامات استفهام كتير، عشان كده أنا كنت بقول إن مش محمد صلاح وحده اللي يتحمل المسؤولية، لأن في مسؤوليات كتير. مسؤولية في اختيار التشكيل، ما كانش التشكيل الأنسب للبداية في الماتش الأول. في عناصر كتير جدا بره مستواها، في نقص في بعض الصفوف خاصة في نص الملعب، في عدم إجادة من بعض اللاعبين، وبالتالي هو كل واحد مسؤول في المنتخب وليس محمد صلاح وحده. لماذا محمد صلاح؟ لأنه النجم؟ لأنه التعويل عليه ربما؟ لأنه النجم الأكبر والأبرز، وفي حاجة تانية إحنا دايما بنحسب الموضوع أهلي وزمالك، ولأنه هو مش تبع معسكر الأهلي ومش تبع معسكر الزمالك، فيمكن يعني بيتلقى الهجوم من الطرفين يعني. لكن هو في النهاية محمد صلاح أبرز وأفضل لاعب في مصر ويمكن في تاريخ مصر كلها، لا يتحمل المسؤولية وحده على النتائج. تخاذل، مفيش لعيب بيوصل للمنتخب، لأنه هو من الأول لو مش عايز يلعب مش هيلعب للمنتخب. قبل التشكيل وقبل الفريق، غرفة خلع الملابس، هل أجواءها مناسبة ولا مش مناسبة؟ الأحوال والإدارة المصرية الكروية كلها مناسبة ولا مش مناسبة؟ كل دي أمور بتأثر على اللاعب في الملعب، مش محمد صلاح وحده، بتأثر على كل اللاعبين. توقعاتك لمباراة اليوم مع غانا؟ توقعاتي وتمنياتي الاثنين مع بعض دمجتهم في بعض، فوز المنتخب المصري إن شاء الله، ولكن النتيجة. أنا أجد صعوبة في ماتش كاب فيردي. لاحق. شكرا جزيلا. شكرا لك سيد زياد فؤاد. شكرا لك، مرسي. قامت الصين عن غير قصد بتكوين جيش من القراصنة لمساعدتها على اكتشاف نقاط الضعف في شبكات الكمبيوتر الخارجية بفضل قانون الأمن السيبراني الذي يلزمها بإبلاغ الحكومة الصينية أولا. قانون قد يكون شكلا جديدا خفيا من الحرب السيبرانية المدعومة من الدولة. فكرة صينية عن غير قصد صنعت جيشا خاصا من القراصنة. بكين تريد أن تسلح نفسها سيبرانياً لتتحصن من الهجمات الإلكترونية، فكان قانون الأمن السيبراني الذي فرضته الحكومة الصينية عام 2017 هو الحل ليمكنها من تطوير قدراتها التجسسية عبر مسارين متوازيين. المسار الأول، المكافآت، عروض كبيرة قدمتها الصين لكل من يعثر على ثغرات الأمن السيبراني في برامج الحكومات الأجنبية، والهدف تشجيع المهندسين الشباب لمضاعفة جهودهم في استكشاف الأنظمة الأجنبية في مجالات تمكن الحكومة الصينية من استغلالها. بهذه التحفيزات نجحت الصين في تشكيل جيش من القراصنة لاختراق شبكات الكمبيوتر الخارجية.
أما المسار الثاني فهي قيود الحكومة الصينية على الشركات العاملة داخل أراضيها، فهي مجبرة على الإبلاغ عن الثغرات الأمنية في برامجها أو المنتجات التي تستخدمها في غضون 48 ساعة من اكتشافها. قانون الأمن السبراني سلاح ذو حدين بالنسبة للصين، فمن خلاله تسعى لفرض هيمنتها السبرانية، من جهة تستطيع بكين حماية أنظمتها الخاصة من استهداف الحكومات الأجنبية، ومن جهة أخرى تحكم قبضتها في تحديد نقاط الضعف في الشبكات الخارجية. ميرنا حامد، العربية. إلى العناوين. من العراق إلى باكستان، إيران تفتح النيران على جبهتين، وإسلام أباد تحذر من مغامرة غير مدروسة بعد أن تحدوه باستمرار مهاجمة السفن. بايدن يرد على الحوثيين: هجماتنا أيضا ستستمر. نتنياهو يعتبر أن الصراع ليس على قيام دولة فلسطينية بل القضاء على الدولة اليهودية، ويطالب بغزة منزوعة السلاح. الصين تحصن نفسها سبرانيا بجيش من القراصنة يساعد بتطوير قدراتها التجسسية. نذكر بأن شبكة العربية الإخبارية أطلقت قناة العربية بيزنس الموجهة لجمهور المال والأعمال، وذلك عبر أجهزة التلفزيون من خلال البث على القمر الصناعي عرفسات ومنصة شاهد ويوتيوب، وكذلك عبر خدمة البث المباشر من خلال موقع العربية دوت نت. والعربية دوت نت للمزيد من الأخبار والتحليلات. تصبحون على خير. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.